يا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، عوده لاخر جزء بقى من حلقتنا النهارده. طبعا الحمد لله رب العالمين، فوز غالي حققناه على منتخب ليبيا، وطبعا حافظنا من خلاله على صداره المجموعه برصيد 10 نقاط. كمان شكل المنتخب مختلف الى حد كبير، يعني بنهاجم من اول دقيقه ومش بنلعب بس على الهجمه المرتده، مفيش التكتل الدفاعي اللي احنا اتعودنا نشوفه في كتير جدا من الاحيان. الحقيقه تفاصيل كتيره جدا لازم نتكلم فيها، خصوصا فيما يتعلق بمساله اصابه محمد الشناوي، الى جانب استعدادات الاهلي ان شاء الله للفتره القادمه. هنفتح كل الملفات دي مع ضيفنا اللي منورنا، كابتن ايهاب جلال نجم النادي الاهلي السابق وايضا مدرب منتخب مصر للشباب لحراسه المرمى. صباح الفل عليك. صباح الخير. صباح الخير مبروك يا كابتن، ويعني مبروك، يعني نقول مبروك، نقدر نقولها يعني الحمد لله وبفرحه. امبارح كان اداء كمان كويس، مش فكره بس فوز. لكن قبل ما نخش التفاصيل ابدا بالشناوي، امبارح شفت حضرتك ازاي التغيير اللي حصل، وفكره برضو مشاركه الشناوي رغم وجود اصابه، شفنا اللقطه برضو هو خارج وعتابه ليه كابتن الحضري، يعني شفت ده ازاي؟ طبعا في مشكله، طبعا انها حصلت ان الشناوي ما كانش مستعد ان هو يلعب مباراه لانه طبعا عنده اصابه او كده، واعتقد ان انا سمعت برضو ان هو قال للجهاز الفني ان انا مش جاهز ومش عايز العب. طبعا هم اصروا ان هو يلعب، فطبعا لازم يكون التبادل الاراء موجود يعني بين الحارس او اللاعب او والمدرب بتاعه. فطبعا اللي حصل امبارح ان الشناوي طبعا اصل المشكله ان انا ممكن اكون مصاب بس نفسيا كويس، اقدر العب، اقدر اكمل، انما انا تعبان ونفسيا مش جاهز، طبعا المشكله هتبقى كبيره يعني. فطبعا اللي حصل ان هو الشناوي، انا سمعت ان هو ما كانش جاهز مش عايز يلعب، وقال الكلام ده للحضري او للجهاز الفني، اصر ان هو يلعب او الحضري اصر ان هو يلعب. فطبعا حصل مشكله ان هو طبعا مش جاهز او نفسيا برضه كده. شفنا له اللقطه امبارح وهو بيقول للحضري مش قلت لك، او ما معناه يعني. بما معناه يعني هو طبعا المشكله كلها ان حصلت في قليل الوقت، قليل جدا ان هو ما لعبش كتير وخرج وابتدى ان هو يخرج. فطبعا المشكله كلها ان هي لازم يكون في انا مش جاهز يبقى انا ما العبش، هو ده اللي لازم يحصل. هو اصلا ده القانون يعني، هل اللاعب له الحق ان هو يحدد اذا قادر بدنيا او نفسيا يلعب ولا لا؟ ده انا بتكلم على قانونا، انا كمدرب انا مثلا اشوف انك انت عارف ان انا شايف انك تلعب، بس اللاعب عندي يقول لي انا مش قادر العب لان نفسيا واقع او بدنيا واقع او في اي حاجه عنده خارج الكوره. بس الامر متروك بعد كده للجهاز الفني. للجهاز الفني طبعا اكيد يعني مثلا كنت مره في ماتش في افريقيا تقريبا، انا كنت في احتياطي والكابتن خطيب كان جاي من اصابه، فالكابتن كان كابتن سايس تقريبا قال له هتلعب بدايه الشوط الثاني. الكابتن خطيب انا سامعه بيقول لي الكابتن سايس لا انا هبتدي هلعب بعد ربع ساعه من الشوط الثاني. هو قادر يعمل الحاجات دي، فلازم طبعا اللعيب هو اضرب نفسه اكتر من المدرب كمان يعني، فهو لازم ياخد قرار. محمد الشناوي كمان مش هيدعي يعني مرض، لو تعبان هيقول يعني طبعا، لان نجم مصر واحسن من في افريقيا وفي مصر، فهو بيحدد امتى يلعب وامتى ما يلعبش، ده مهم جدا، ولازم الجهاز الفني يبقى متفاهم الموضوع ده. انا ما بتكلمش على الجهاز الفني بتاع المنتخب، انا بتكلم عموما في الكوره دايما. بس بالمناسبه يعني بتيجي نتكلم على الجهاز الفني بتاع المنتخب، والله انا شايف ان الجهاز الفني كويس جدا طبعا. ماتشين كسبناهم رايح جاي طبعا مع حجم الفريق اللي احنا بنلعبه طبعا، انما مهم جدا ان انت متصدر المجموعه عندك 10 بونت، اللي بعدك عنده 6 بونت بعيد خالص عنك، فطبعا ده بيديك دافع وبيديك حافز انك انت تكمل المسيره، انك انت تخش كاس العالم ان شاء الله يعني. انما انا شايف كيروش بالورق وبالمنطق ان هو يعني النسبه بتاعته 100% كويس جدا يعني، ونشوف الايام الجايه ان شاء الله هيحصل ايه. هو عامه تصريحاته كانت برضو محترمه امبارح، يعني لما اتسال كذا حاجه انا وكريم اتناقشنا في ده في اول الحلقه، هو كان بيتكلم ان لسه ادائنا كويس وكل حاجه مبسوط، بس مش هو ده اللي انا اصلا برضو بطمح ليه، انا لسه عندنا لسه حاجات كتيره جدا هنقدمها لغايه لما اوصل للمستوى اللي انا عايزه. برضو لم يتحدث عن نجم المباراه، هو قال المنتخب هو نجم المباراه، قال ان بقى فيه الفه اكتر ويعني روح افضل بين اللعيبه. اتكلم كمان على قصه ان انا ماليش دعوه بالعوامل الخارجيه منها الارض لما سئل عنها، لك انا يعني عجبني قوي ان هو لم يعلق اي شيء على اي حاجه خارجيه، يعني هو دايما بيتكلم عن الخلاصه زي ما بيتقال كده، مش دعوه باي عامل خارجي، قال لك كل حاجه بتبقى عليا وعلى المنافس، فده شيء محترم. بص حضرتك في علم التدريب المدرب اللي هو
بيتكلم في الكوره بس ده تعرف ان هو مدرب كويس. اللي بيتكلم بقى في عوامل خارجيه الاداريه مش عارف ايه انا بعمل كل حاجه الكلام ده تعرف ان هو مدرب قليل جدا. فالراجل بصراحه عاجبني جدا لانه بيتكلم في الكوره بس في فنيات بس في شغله بس ده مهم جدا تعرف ان هو مدرب كويس. انما اللي بيخش بيخرج في اطار حاجه تاني غير الفني وغير الشغل بتاعه تعرف ان هو مدرب يعني مش مركز في الكوره بس فده يبقى مدرب قليل. انما الراجل ده بصراحه انا شايف ان هو مدرب كويس لانه على الورق طبعا سي في كبير جدا ومدرب كبير يعني ضرب ريال مدريد وضرب فرق كبيره جدا فطبعا هو مدرب كويس يعني احنا شايفينه النسبه بتاعته نسبه كويسه جدا جدا اللي هو عملها. فده حتى شوف. الان بس ليبيا ما هياش يعني برضو المنتخب اللي يعني اللي تخاف منه لا كده طبعا كده مش لازم. كلام بس بس في عوامل بتوريكي حضرتك او بتورينا ان هو الراجل ده ماشي كويس, كويس. او هيبتدي يبقى المنتخب من فتره مش بعيده قوي المنتخب المصري مع الجهاز الفني السابق كنا متخوفين وبنقول طب لو وقعنا في مجموعه بقى فيها ناس من الفطاح الحاجه زي منتخب الجزائر السنغال الى اخره وكنا خايفين. هل الخوف ده ممكن يبقى لسه موجود معانا بعد ما حضرتك شفت المباراتين اللي فاتوا؟ اعتقد لا. ليه؟ لان انت برضو منتخب كبير. انا كنت مع نهاوندي هنا المره اللي فاتت لما جه الجهاز الفني الجديد وقلنا جهاز فني محترم جهاز فني كويس ولازم كان فيه يبقى فيه تغيير لازم يكون فيه تغيير. انما انا اللي انا شايفه اللي موجود دلوقتي مفيش تخوف. ليه؟ لانك انت برضو منتخب كبير تقدر تلم نفسك يعني المنتخبات الكبيره او زي الفرق الكبيره زي الاهلي او الزمالك يقدروا يلموا نفسيهم حتى لو حصل تعثر في بعض الاحيان انما بيحصل ان انت بتقدر تقف على رجلك من تاني لان منتخب مصر منتخب كبير. منتخب مصر احسن منتخب مصر احسن فرقه في افريقيا واحسن فرقه في الشرق الاوسط. يعني عايز اقول ان تقدر تلم نفسك ممكن يحصل تعثر انما ما بيبقاش على فترات طويله يعني. فالحمد لله ان شاء الله المنتخب هيبقى كبير وهنروح كاس عالم وهتبتدي الامور تبقى احسن كتير مع الراجل يعني. حلو جدا. ممكن نروح من المنتخب للاهلي ونرجع تاني يعني ملف واحد مش هنبعد بس ليه عشان انا عايزه اتكلم عن الاهلي وطالما ذكرنا موقف الشناوي حاليا احنا عندنا دلوقتي مفروض استعداد للبطل النايجر ومباراه مش سهله ابدا وربما لسه محدش عارف بس ربما يغيب الشناوي فهل ده ممكن يؤثر يعني برضو الموضوع بالنسبه للموسيماني صعب خلينا نبقى فار هو صعب عشان درجه يعني هو اساسي وهو اللي بيلعب على طول انما انا شايف ان علي لطفي برضه ماشي كويس يعني علي لطفي برضه لازم ناخد الثقه ولازم نديله احنا كمان الثقه ولازم الناس تقف جنبه لانه هو حارس مرمى جيد وان شاء الله ما مش هيبقى فيه مشكله ان النادي الاهلي معروف دايما ان حراس المرمى بتاعته دايما كويسين فاي حد بيلعب بيبقى كويس على مدار التاريخ يعني اللي احنا شفناه يعني في حتى امبارح برضه للامانه يعني بالظبط كده يعني ابو جابر عادي جدا مفيش مشكله كله بيلعب لان انت بتلعب في الدوري برضه الدوري المصري دوري كويس دوري قوي جدا يعني فاي حد بيلعب بيأدي يعني الشناوي خرج لعب ابو جابر مفيش مشكله خالص بسام هيلعب برضه مفيش مشكله خالص في اي حاجه انما في النادي الاهلي نفس الكلام ان انا شايف ان مش هيحصل ازمه لان برضه بدايه بطوله افريقيا ما بتبقاش برضه فرق قويه جدا يعني انما فرقه النيجر انا لعبت قدامها لما كنت ماسك الاتحاد الليبي في النيجر اللي هو الفرقه ديت فرقه مش وحشه انما مش على مستوى الفرق اللي هي مصريه يعني انما طبيعي جدا ان علي لطفي يلعب حتى لو لعب يعني نتمنى طبعا للشناوي السلامه ويرجع بالسلامه ان شاء الله انما لو علي لطفي لعب انا اعتقد ان هو ما فيش مشكله خالص مش في كده برضه يا كابتن يعني النقطه في حاجه ان انا طبعا عندي حارس واثنين وثلاثه كويسين جدا زي ما حضرتك قلت ولكن ربما برضه ما شاركوش بالكم خلينا نبقى يعني نتكلم بصراحه ما شاركوش بالكم اللي ممكن يعني انا مش هقول مطمن بس ابقى ايه حاسس ان مفيش ذره قلق من اي مباراه هيشارك فيها فهي القصه كلها ان انا عندي كوادر لكن مشاركه على الارض هي اللي بتفرق بشكل كبير جدا. علي لطفي كمان لما نزل في مباراه الاهلي والزمالك طبعا اللي فزنا فيها احنا كلنا كنا طايرين بيه كان حقه هو في عندنا كادر لكن انت لازم تديه فرصه مره اثنين ثلاثه يشارك ده اللي احنا بنقوله لازم في خلال مباراه الدوري او الكاس لازم يلعب يعني الاول والثاني بالذات لازم يشارك شويه على اساس برضو اللي الاولاني مش هيستحمل ضغط المباريات دي كلها طبيعي. منتخب وكاس ودوري قديمه شفنا على الارض اهو الشناوي انسان في الاخر يعني طبعا فلازم طبعا اكيد يعني فلازم الثاني او الحارس الثاني لازم يكون جاهز بشكل كبير يعني لازم في الدوري
مثلا شيناو مثلا او سين من الناس يلعب 5-6-7 ماتشات وده يلعب ماتشين مثلا في وسطيهم، فده عشان يبقى موجود ويبقى فيه تنافس حتى بين الاول والثاني على اساس لما يحصل حاجه للحارس الاولاني يبقى الثاني جاهز. انما انا شايف ان علي لطفي برضه عنده خبره كبيره، انه لعب في انبي كتير ولعب منتخب الشباب كتير، فعنده الخبره من الخبره ان هو يخليه يقدر يعرف يشتغل مع المباراه ازاي. فانا شايف ان ده مش قلق، بس طبعا للجهاز الفني عشان الجهاز الفني مش مصري فلازم يكون عنده قلق، ده طبيعي جدا. وعلى فكره القلق مش ان علي لطفي وحش، لا بالعكس، القلق ان هو ان انا متعود ان حارس المرمى ده اللي بيلعب وهو ده اللي الاساسي عندي، اما بيحصل له مشكله ببقى قلقان شويه مع بدايه المباراه، انما بعد كده المباراه تبقى ماشيه سهله ان شاء الله، لان برضه علي لطفي من حراس المرمى الجيدين. على ذكر الجهاز الفني، انا اللي هسال حضرتك فيه، انا مش عارف المرجعيه فيه هل هي ان الجماهير أهواءها بتتغير ولا ما بيعجبهاش العجب، ولا بالعكس الجماهير واعية لدرجة إن هي بتلقط حتى الرفايع. بيتسو موسيماني مع بداية قدومه وبداية توليه لمنصبه كمدير فني للنادي الأهلي فريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كان فيه ترحيب واسع جدا، وقت من الأوقات ابتدت الناس تشكك في قدراته، بعد كده رجعوا تاني يرضوا عنه، فالتذبذب ده فكرك هل ده مرجعيته الجماهير واهواءها، ولا ان فعلا حصل تذبذب في فتره ما مع بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي؟ هو مش بالظبط كده، انما النادي الاهلي احنا متعودين على طول على ان احنا نكسب، اما تخسر دوري وانت بتكسب بقالك مثلا 10 سنين دوري ورا بعض بتحصل مشكله بالنسبه للجماهير، لان ده طبيعي جدا، لان النادي جماهير النادي عليهم السوبر كمان وجي السوبر، فهي دي المشكله بس. انما انت كسبت بطوله افريقيا الناس كلها مبسوطه جدا وقالت ده حاجه جميله، خسرت الدوري قلت شويه الناس بتبدا تذبذب شويه، السوبر نفس الكلام، انما النادي الاهلي عشان جماهير النادي الاهلي بتحب الكوره جدا بتحب النادي الاهلي جدا، فعاوزه على طول بتكسب، عايزه على طول المكسب، فانت ما بيحصل تعصب هو طبعا المشروع ده بالظبط كده، اما بيحصل مثلا تعصب في المباراه او بتخسر بطوله، لان المباراه ببطوله السوبر دي ماتش ببطوله، فهي بتخسر فالجماهير بتقلق او بتزعل، هي مش بتقلق بتزعل بس، انما هي عايزه على طول تكسب، انما الجماهير واعيه جدا وفاهمه وعارفه ان المدرب النادي الاهلي مدرب كبير او مدرب كويس، لان النادي الاهلي هو اللي بيعمل المدربين للامانه يعني، مهما يكون حتى لو هو كبير النادي الاهلي بيكبره اكتر، فده ده 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 النادي الاهلي وده اللي احنا تربينا عليه واللي احنا عارفينه، فطبعا الجماهير واعيه جدا، الجماهير مش قلقانه انما بتحب انها على طول تكسب اي مباراه، فهي دي المشكله وهي دي مشكله جماهير النادي الاهلي بس مش اكتر يعني. طيب السؤال ده ممكن يكون حضرتك يعني اتسالته قبل كده، لكن مهم ان احنا برضو نتكلم بس فيه بشكل اكثر تفصيلا، وهي خاص بالصفقات الجديده واللي رجعوا مره ثانيه من الاعاره اللي هم المعارين. خليني اعرف من حضرتك يعني الشكل العام دلوقتي نقدر نقول للفريق داخلين كمان عن موسم جديد للدوري، هل نقدر ان احنا داخلين بقوه عندنا دلوقتي بدل المركز في لاعب عندنا 2 و3 وعندنا يعني بدائل كويسه جدا، ويعني غطينا كل النواقص اللي كانت عندنا موجوده في السابق، فنعرف منك برضه يا كابتن. بص حضرتك النادي الاهلي محتاج على طول تدعيم ليه؟ لانك بتلعب في بطولات كتير زي مثلا شيناو واتصاب مثلا يعني، فانت محتاج الثاني والثالث يبقوا كويسين على نفس المستوى او مش على نفس المستوى بس ما يكونوش بعاد عن بعض، زي ما حضرتك قلت كده التدعيمات اللي جت او الاعارات اللي رجعت ثاني لعيبه كويسه جدا ومن ابناء النادي الاهلي كتير جدا منهم اللي راحوا اعارات، فالتدعيم ده مهم جدا لانك انت برضو حضرتك محتاجه انك انت بتلعب في افريقيا والنيجر مثلا سفريه بعيده سفريه مرهقه جدا، هترجع ممكن يكون لا قدر الله في ناس مصابه، هتخش على الدوري لازم يكون عندك ناس جاهزه، فكل الحاجات دي لازم يكون فيه، لان النادي الاهلي برضو مختلف عن اي نادي في مصر او في اي حته. ليه؟ لانك انت بتشارك كتير جدا، اللعيبه مش واخده على الماتشات الكتير جدا في مصر بالذات يعني، فانت محتاج التدعيم الاول والثاني والثالث لازم يكونوا زي بعض ما يكونوش بعاد عن بعض، عشان لما واحد يقع يبقى الثاني جاهز وما تحسش بالفرق، لان جماهير النادي الاهلي مش هتقبل ان في فرق بين اللعيبه، مش هتقبل انك انت تخسر مباراه او تخسر بطوله، مش هيقبلوا الكلام ده، عشان كده النادي الاهلي صفقاته كويسه جدا، تدعيماته كويسه جدا، اللعيبه اللي جت السنه دي لعيبه كويسه جدا وعلى مستوى النادي الاهلي، ده مهم جدا. مش اي لعيب يجي النادي الاهلي وخلاص، مش عشان هو كويس في فرقه يبقى يجي عشان يلعب في النادي الاهلي، لا يمكن، لان النادي الاهلي بيجيب اللعيبه اللي هي تنفع النادي الاهلي فقط لا غير. انا عندي نقطه من كلام حضرتك عشان قلتها سريعا كده، بتقول الجمهور الخاص بالنادي الاهلي لم يقبل خساره مباراه واحده، صح،
بس هل ده صحيح اصلا؟ يعني هو صح ولكن هل هو صحيح؟ هو مش صحيح. هو بصراحه مش صحيح. اكبر نوادي في العالم بتخسر يعني ما ده الطبيعي يعني. ده اللي احنا بنشوفه في النادي الاهلي. ده مش طبيعي. ده النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي بيحب النادي الاهلي جدا لدرجه ان هو مش عايز يخسر مباراه او يتعادل. يعني انا ما يعني ما كنا مثلا انا من وانا عندي 10 سنين في النادي الاهلي لغايه ما مشيت من النادي الاهلي ما خسرتش بطوله. حتى وانا مدرب في النادي الاهلي في قطاع الناشئين او في قطاع الشباب ما خسرتش بطوله. فالنادي هو احنا متعودين على كده. احنا النادي الاهلي متعود على كده. انما ده مش طبيعي. بس دي ورطه محطوط فيها اللعيبه ومحطوط فيها الجهاز الفني والاداري على طول تحت ضغط. ورطه فعلا مش طبعا على طول تحت ضغط. فعشان كده هو النادي الاهلي كبير. النادي الاهلي كبير بجمهوره بادارته بلاعيبته بشخصيته بتاريخه كمان بتاريخه. عشان كده هو طبعا مش طبيعي. انما الناس محتاجه على طول تكسب والناس وده طبيعي جدا. عشان كده قلنا ايه طبع مشروع. طيب احنا اتفقنا هنروح ما بين الاهلي والمنتخب ونرجع ونروح الى اخره. عايز ارجع مع حضرتك مره ثانيه للمنتخب واسالك عن رايك ورؤيتك للعيبه في الملعب سواء لعبهم الجماعي او الفردي. تقييمك لكل الناس ايه؟ بص حضرتك هو مفيش يعني الراجل لما جه ما عندوش فرصه كبيره او وقت مساحه انه يحفظ اللعيبه. انما فكره احنا شفناه في المباراتين يعني بصراحه مع ان عامل الوقت كان ضايق جدا. انما اللي انا شفته وانا مدرب منتخب الشباب برضو وبرضو يعني فني فبفهم المدرب بيتكلم بيعمل ايه يعني. انما اللي انا شفته شخصيه المدرب في المباراتين واضحه جدا. انما لما يكون في وقت طويل لسه وهنلعب مباراه ثانيه هيبان اكتر وهيبان شكل المنتخب مع الراجل كيروش ده. بس من خلال المباراتين اللي حضرتك شفتهم مع المدير الفني الجديد ما مش عارف لاحظت ولا ما لاحظتش ان في يعني تحس ان اللعيبه بتوعنا حد زي اكرم توفيق الناس اللي هم مش بقى اللي جايين من انديه محترفين من الخارج يعني المحليين بتوعنا كانوا واضحين في ارضيه الملعب في الماتشين يمكن اكتر من اللي قادمين من الخارج. صحيح. برافو عليك. مش دي حاجه ملفته للنظر؟ هي حاجه ولا احنا توقعاتنا من اللي جاي من بره سواء محمد صلاح النني الى اخره وكلهم لعبوا كويس مش قصدي حاجه بس تحس ان المحليين كانوا اكثر وضوحا. اكثر وضوحا لان يعني العامل النفسي مهم جدا بالنسبه للعيبه. اللعيبه بتاعت النادي الاهلي عارفين ان في بطوله افريقيا جايه ولازم يكونوا جاهزين ويكونوا اصلا كل واحد جاهز عشان ياخد الفرصه انه يلعب. ده مهم جدا. أكيد. فعشان كده شفنا اكرم توفيق كان هايل جدا. عجبني المباراتين يعني. صحيح. الامانه يعني الشناوي في المباراه الاولى كان كويس جدا. يعني انا شفت اللعيبه بتاعت النادي الاهلي اللي لعبوا في المنتخب كانوا جاهزين بدرجه كبيره جدا. محمد صلاح غصب عنه لان الضغط والناس قافله عليه جامد ما فيش مساحه انه ياخد فرصه يلعب بيها زي اما كان بيلعب في ليفربول. يعني هو في ليفربول ما حدش بيبقى مقفل عليه. لا بقاش لا لا بالعكس هناك اللعب مفتوح اكتر من هنا. يعني حتى في بطوله افريقيا او افريقيا التصفيات اللعيبه عارفه ان ده رقم واحد يعني فبيقفل عليه. يعني الولد اللي كان بيلعب عليه اللي هو سابو ده بتاع المنتخب الليبي ده كان بيلعب عندي في الاتحاد الليبي ولد يعني غلس في لعبه جدا. فهو مديله مهام انه يمسك صلاح ما بيتحركش ما يسيبوش ما يديهوش فرصه. فهي دي اللي كانت المشكله بالنسبه لصلاح وبالنسبه للناس المحترفه. انما الناس المحليين كانوا كويسين جدا زي ما حضرتك قلت كده وكانوا هايلين جدا وكانوا واضحين جدا وفي الايام الجايه هيبقوا اكتر احسن كتير بكتير من دلوقتي يعني. طب ما وضع صلاح كده برده مقلق يعني ما هو كل فرقه هنلاعبها هيبقى بنفس الشكل. صحيح. بس مش بالناس اما بتعلى في المستوى بتاع نيجيريا او السنغال هيبقى اللعب يعني. مختلف تماما واللعب مفتوح اكتر فهياخد مساحه اكتر وهياخد حريه اكتر في التحرك. ده بقى فرقه زي ليبيا او فرقه زي الجابون او بتاع هم عارفينه فخلاص بيحدوا من خطورته وخلاص. انما لما تيجي تلعب على السنغال او نيجيريا او الفرقه ديت هتبقى المساحات اكتر لانهم كلهم محترفين. بس في انطباع عام والجمله دي ترددت اكتر من مره مع اكتر من مره بيشارك فيها محمد صلاح مع المنتخب المصري جمله اصله خايف على رجله. لا بالعكس انا شايف الولد ماشي كويس جدا وبيلعب لو خايف عليه ما كانش لعب امبارح مع الملعب الترتان دوت الموجود ما كانش لعب. انما الولد محترف كويس الولد كويس جدا بيفهم وعارف هو ماشي ازاي وعارف خطواته ماشيه ازاي. لو هو خايف عليك زي ما الناس بتقول او الناس القليله اللي بتقول الكلام ده ما كانش لعب امبارح. لان انا في كتير جدا من اللعيبه بتخاف تلعب على الملاعب ديت وفعلا الملاعب دي خطيره جدا وصعبه جدا جدا والراجل ده بملايين
وصعب جدا لو اتصاب هيحصل له مشكله حتى في فرقته في ليفربول يعني. فعشان كده بقول لحضرتك لا الولد ماشي كويس مش خايف ولا حاجه، بس هي المشكله الرقابه كانت شديده جدا عليه في المباراتين، هي دي المشكله. طب ما كان في القاهره هنا بيلعب على ملعب كويس وكانت الرقابه عليه وما كانش برده عنده حريه في اللعب يعني، انما لا بالعكس الولد كويس وما فيش الكلام ده خالص يعني. كابتن ايهاب، انا دلوقتي لما اجي بتكلم عن منتخب مصر وانا عندي ميشن عايز اوصل لها، هل انا مفروض اكون بركز دلوقتي كمدير فني او كجمهور على اداء كويس ونتيجه كويسه، ولا اركز على نتيجه كويسه فقط؟ يعني ماتش مباراه امبارح انا مش محتاج فيها لعب فيها كويس، مش محتاج ان الشكل يبقى كويس، انا محتاج النتيجه، وده اللي حصل امبارح. بس بالعكس امبارح حصل النتيجه والشكل بصراحه كويس. بصراحه للامانه يعني، انما انا كمدرب او انا عايز اكسب المباراه عشان في مباراتين لازم اكسبهم، ان انا كنت التاني زي ليبيا هنا وليبيا هناك، محتاج ان انا اكسب بس مش محتاج ان الشكل كويس. انما انا شفت في المباراتين كان الشكل كان كويس، الاداء كان كويس جدا بنتيجه كويسه بالذات المباراه اللي كانت هناك. وعلى فكره يعني ليبيا لما جم قالوا لنا هنلعب على مباراه على ملعب ترتان، هم استفزوا المصريين، والمصري ما تستفزهوش بصراحه اللي انا عارفه. عايز حاجه ما تستفزنيش، ما تستفزنيش عشان لو استفزني هيحصل مشكله كبيره بالنسبه لك يعني. فطبعا ده اللي حصل امبارح، لان هم عندهم في ليبيا عندهم ملاعب كويسه يعني. ليه بتلعبني على ترتان ليه يعني؟ مش محتاج يعني. كلها محاولات. محاولات، برافو عليك. وكسبنا احسن ما كنا احسن من مصر يعني. ثلاث اضعاف النتيجه في مصر. بالظبط، ما تستفزش الشعب المصري وما تستفزش اللعيبه المصريه يعني. فهي دي اللي كان بيحصل يعني. بس نركز على الفوز يعني، المفروض ان احنا دلوقتي كجمهور برضو نبقى مش طالبين من المنتخب لعب جيد زي ما محتاجين فوز عشان اوصل بعد كده، اوصل بعد كده للبعيد شويه. فده المهم جدا دلوقتي في الوقت، الماتشين حتى الجايين الباقيين لنا الجابون وانجولا، لازم تكسب، لازم اكسب عشان اعدي واكسب بمنظر برضو مش وحش، انما المهم جدا في الوقت ده ان انا اكسب. ودي عند على فكره كيروش شفناها يعني. صحيح. ما عندوش حته ان انا استنى الهجمه المرتده وغيره، انا بهاجم، فدي حلوه جدا. او عرضياته وغيره لا، غير طبعا قبل كده بندافع ونشوف رد الفعل ايه، ده ما كانش كويس. لا مدرستين مختلفين تماما. فالراجل ده بيلعب على الهجمات المرتده، سوري على المكسب على طول على الهجوم. بالزبط. وده مهم جدا. طب احنا الشكل الهجومي اللي شفناه امبارح بالذات في ماتش امبارح، وفكره ان الكل بيهاجم ومن اول دقيقه، كان في حتى يعني جزئيه تمركز اللعيبه في ارضيه الملعب والارتداد من الخلف للامام والارتداد من الدفاع للهجوم، الحلاوه دي كنا محرومين منها فتره صغيره. ليه؟ وشفنا صلاح امبارح بيدافع يعني. بالظبط كده، يعني شفناه امبارح بيدافع يعني، وده مش بعاده برضه. بالظبط، لان الراجل دوت راجل مدرب كبير واللعيبه اكسبت عليه يعني. عندهم ثقه فيه. فطبعا لما يقول لي على حاجه لازم اسمع الكلام، وده مهم جدا بالنسبه للمدرب يعني. مدرب كبير مع لعيبه كبيره ولاعيبه اسامي كبيره طبعا، لما يقول لك على حاجه لازم تسمع الكلام. وده اللي حصل مع صلاح امبارح. صلاح شفناه امبارح، انا شفته لغايه ال 18 عندنا بيدافع، وده مهم جدا. فالشكل كان حلو جدا، هو فرح الناس ان احنا كمان عندنا تاريخ من مباريات بنشوف فيها منتخب مصر بيدافع بس تقريبا. بالظبط، برافو عليك. انما اللي احنا شفناه امبارح في المباراتين بصراحه مع كيروش حاجه رائعه جدا، وانا شايف للامام يعني ان الراجل دوت هيبقى منتخب مصر على ايده هيبقى بشكل تاني مختلف تماما عن المدربين اللي جم قبل كده خالص يعني، اللي انا شايفه يعني. فان شاء الله يبقى خير كلنا اكيد. طبعا طبعا، لان منتخب مصر منتخب كبير يعني، منتخب كبير لازم يكون ليه شكله الوضع بتاعه لازم يكون احسن من كده بكتير حقيقه يعني. طيب اسال ولا نروح فاصل ونرجع ولا نعمل لا ده احنا خلاص، ده احنا بنشطب، ده احنا كل سنه وانت طيبه. طب قبل ما نشطب انا عايزه بس اروح لشق مهم جدا، هو الشق النفسي، لان ده عامل كبير جدا. فانا هسالك عن المنتخب، هسال حضرتك برضو عن الاهلي. الشق النفسي في الفتره الاخيره شفناه مش هقول مدمر ولكن في أسوأ حالاته. دلوقتي احنا بنتكلم عندنا في المنتخب يعني بلان، وعندنا لسه مشوار طويل، وفي الاهلي نفس القصه، داخلين على مواسم جديده وبطولات مش عايزينها تضيع من ايدينا. صحيح. بتشوف في تحسن شويه في هذا الشق ولا لا؟ ولو ما فيش ازاي ممكن يتم تعويضها في الفتره اللي جايه؟ العامل النفسي بالنسبه للرياضه او اللعيبه اهم كتير جدا من اي حاجه تانية في في في, في في منظومه الرياضه يعني. لان العامل النفسي ده لو انت عامل نفسك، العامل النفسي عندك كبير عالي،
والفني او البدني قليل تقدر تلعب وتأدي كويس جدا. بالظبط. تأدي بالزبط. كويس جدا لان ناس كتير جدا بتغفل على العامل النفسي. العامل النفسي ده مهم جدا في الرياضه وبالنسبه للاعيب الكوره العامل النفسي مهم جدا جدا اهم عنصر في عناصر كره القدم او في الرياضه عموما العامل النفسي ده مهم جدا. فطبعا انا شايف ان النادي الاهلي ماشي خطه كويسه جدا في حته النفسي بالنسبه للعيبه بدليل ان اللعيب اللي بيبقى بعيد خالص عن اللعب وبيجي يلعب تلاقيه كويس جدا وكلهم بيحبوا بعض وكلهم بيتمنوا الفوز لبعض. ده مهم جدا ده مهم جدا. العامل النفسي مهم جدا في الكوره وكمان في المنتخب اللي احنا شفناه برده العامل النفسي كبير جدا بالنسبه للعيبه كله بيحب بعض كله عشان كده المكسب بيجي. انما لو عامل نفسي بعيد هتلاقي كله بعيد عن بعضه مشكله. يعني كابتن ايهاب كالعاده ساعدنا بوجودك معانا بنشكرك جزيل الشكر نورتنا. اشكرك جدا اشكرك شكرا لحضرتك كابتن. طيب خلينا كده خلاص نروح بقى ننهي الحلقه مش هنروح في حته نروح ونشوف حضراتكم بكره ان شاء الله ونهايه الاسبوع وعشر صف الاهلي.